أهم عناوين حلقة هذا الأسبوع: ترايثلون المرح، الطريق إلى التوعية يجمع المال من أجل عمل خيري. أخصائي الطفولة من درفيشو يصدر كتاباً جديداً عن الأبوة والأمومة الحقة. التحدي من أجل اللياقة لهذا الأسبوع هو اختبار القوة مع سبايدر مان بوشابس. ودانا وايت يؤكد أن كونر ماكغريغور لن يشارك في UFC 200. أنا هبة، وهذه حلقة جديدة من شوفي ما فيه. ترايثلون للمرح أقيم في منتجع شيراتون بشاطئ جميرة من أجل جمع المال في إطار حملة الطريق إلى التوعية. الأموال المجمعة ستستعمل لدعم مشروع أمنيات دانيا لمؤسسة جليلة الخيرية. أمنيات دانيا هو مشروع مكرس لعلاج أمراض الأطفال من نوع السرطان والأمراض المزمنة. كل الأموال المجمعة ستصرف في العلاج الطبي وفي الأبحاث المتعلقة بسرطان الأطفال في دولة الإمارات. فريق فيزيك تي في أمضى يوماً على الشاطئ لاستطلاع الأجواء في التريثلون. نحن الأساس لما طلعنا بالفكرة لحتى نعمل الترياثلون، الفكرة إنه الفرح والبسط، وإنه تجي العيال والرياضيين وينبسطوا ويقضوا وقت حلو هون عنا بالأوتيل. ومثل ما أنت عارف يعني فيك تجيب ولدك، فيك تجيب بنتك طفلك، وفيك تكون انت يعني رياضي، وفيك تشتغل وفيك تشارك بالسبق. سو الفكره انه الفرح والجمع الاموال للمؤسسات الخيريه، هاي هي الفكره الوحيده اللي نحن براسنا. ايوه، هسه اول مره، هسه اول مره ما جاي بحياتي، ومبسوط كثير. انا وصلت اخر واحد، بس اتس اوكي، ما في مشكله، يعني مبسوطين. ايوه، كانت شويه صعيبه، بدينا بكره وصرنا مشينا وبقينا العمله في البحر وكملناها بالجره، كانت حاجه زينه زعما. طبيعي جدا ان انا هشترك في كل اي ايفنت جايه انا موجود فيها ان شاء الله. وانا كمان بحب زيد واقول واشكر حضرتكم فيزيك تي في، واشكر كل المؤسسات اللي ساعدتنا: الجليلة فاونديشن، يونيسف، ستارود هوتيلز، وأهم شيء بحب أشكر شرطة دبي اللي هن كتير ساعدونا لحتى نهتم بكل شيء اسمه أمان والطرقات وحتى البحر والشط. وهذا كل شيء عندي بقول لك، بشكركم بعد مرة، بشكر كل المؤسسات اللي ساعدونا. رياضيون من مختلف الأعمار جمعهم فيرمونت النخلة من أجل سلسلة جو سبورت للأكواثلون. هذه الفعالية فتحت أبوابها للأفراد كمال الفرق للمشاركة في مختلف فئات مسافات السباق.
وهذه الآن بعض الأضواء على الفعالية. هالمرة قدرت كسرت أحسن وقت لإلي بدقيقتين وأنا مرتاح من هالنتيجة. دي ثالث مرة ألعب فيها هنا، الحمد لله. أول مرة أخذت مركز ثالث، ثاني مرة أخذت مركز أول، والنهاردة الحمد لله كان حصل لي حادث من شهر في نادي الشبعة وأنا بتمرن على السيكل، والحمد لله قمت تاني من الحادث وشاركت، بس ربنا وفقني النهارده واخدت مركز ثالث. فاحمد الله على الـ على الـ على المركز النهارده وعلى الـ وعلى الـ البطوله الكويسه اللي احنا شاركنا فيها، وطبعا بتمنى من الله انه يوفقنا اكتر في البطولات الجايه ان شاء الله. انا كنت ادخن وكانت اسهر، فالحمد لله من يوم ما بديت العب الترياتلون والاكواتلون والرياضه بعدت نهائيا، انام بدري واقوم بدري والتزمت بحياتي الطبيعيه كانسان رياضي، ولله الحمد ربنا موفقني في حياتي احسن من الاول. كان كتير حلو الشعور أني جربت أركض وأسبح، هاي تاني مرة بجربها، تاني مرة بشترك مع ريسمي. عملت 750 متر سباحة و5 كيلو ركض، مو كتير لأنه مرضت يوم الخميس فما قدرت أعمل كل أبذل كل جهدي، فيعني المرة الجاية إن شاء الله بكون متدربة أحسن. Today was race three, so the last race of the season. It was great. I think we had just on 200 people. It was good, nice and overcast conditions, flat water, so a nice safe race for everyone. This is what we pretty much community-based events to try and get the families, younger kids, everybody involved in multi-sport events. You know, the running, the swimming, and the biking. So we've been very lucky with Shabatli's involvement and Go Sport. So we hope to carry on with the series next season again. أخصائي الطفولة الدكتور مندر بيشو أصدر أحدث كتاب له بعنوان الأبوة والأمومة الصحيحة، أباء وأمهات العصر الحديث ودليل صحة الأطفال. هدف الكتاب هو إرشاد الأولياء الجدد إلى أسلوب الرعاية والتربية الصحيح في العمر الأول لأطفالهم. ففي الكتاب الجديد يجد الأولياء إرشادات خبير حول السلوك الصحي والتربية السليمة إزاء أطفالهم منذ الولادة وحتى دخول المدرسة، ومن شأن ذلك مساعدة الوالدين على إرساء البناء الصحيح والقوي لصحة أطفالهم البدنية والنفسية على حد سواء. تولى التعريف بالكتاب سودير كومار شيتي رئيس صرافة الإمارات العربية المتحدة، وسوديش جريان رئيس العمليات لإكسبرس ماني في إدارتها المركزية. فريق فيزيك تي في حضر الحدث لينقل إليكم صورة عنه. We have to strike a perfect balance of modernity as well as for tradition. So that is what I have tried to do in this kind of a book, and I hope that it helps the parents in the long run. I think it is very timely, and the value and the significance of this book will go beyond the time frame that we are looking at. I think
it's a book for not only today and it's forever. It is very important for the parents to put their children on the right path. And also because of the fact that there is so much of career orientation, both the parents working, they hardly find time to assign time to the children. So a book like this would definitely help their cause in terms of bringing up their children in the right way and then inculcating those values which are extremely important in today's age. مرحبا بكم من جديد في شوفي ما فيه. عبارة عدوى المسالك البولية تطلق على أي إصابة في أي جزء من المسالك البولية، سواء بالمثانة، الكلى، الحالب أو مجرى البول. هذا الأسبوع سنعرف المزيد عن هذا المرض في فقرة اسأل الدكتور. مرحبا دكتور، بدي أسأل عن التهاب المسالك البولية، هل صحيح أنه معظم النساء بيصابوا بهذا المرض؟ شكرا. التهاب المسالك البولية عبارة عن مرض منتشر جدا وبنشوفه الحقيقة في كل الأعمار، وهو يتميز بأنه في أعراض لهذا الالتهاب زائد نمو غير طبيعي لبكتيريا من البول. فالأعراض بتشمل زيادة في عدد مرات التبول، إحساس بالحرقان أثناء التبول، صعوبة في حبس البول لمدة طبيعية، دايما المريض بيشتكي من أنه مستعجل على الحمام زي ما بيقولوا، زائد عندنا بكتيريا موجودة في البول ودي بنطلعها من خلال مزرعة خاصة بالبول. الحقيقة أسباب التهاب المسالك البولية متعددة، وتقريبا في مجموعات من الأسباب في كل عمر من المراحل. ففي مرحلة الطفولة بنهتم أكثر وبنبحث أكثر عن سبب خلقي، بيكون في بعض الأحيان بعض الأمراض الخاصة بالمسالك البولية بتسبب هذا الالتهاب، زي مثلا في ضيق في الحالب، أو زي يكون عندي ضيق في المنطقة اللي بتصل بين الكلية والحالب، أو ضيق في المنطقة اللي بتصل بين الحالب والمثانة البولية، أو ارتجاع في البول مثلا من المثانة البولية إلى الحالب والكلى مرة أخرى. هذا في السن الصغيرة. يمكن في مرحلة البنات الصغيرين بيكون الوضع أنه أثناء عمل حمام التواليت، يعني ما بكون التنظيف بعد الحمام مش بدرجة جيدة، أو بيكون من الخلف إلى الأمام، وبالتالي هذا بيسبب بعض المشاكل في بعض الأحيان. الإمساك من الأشياء المسببة برضو لالتهابات المجاري البولية. في السن الكبيرة شوية، يعني السيدات في سن الحمل دائما الحمل بيعرضهم أكثر لالتهابات المجاري البولية. وفي السن الكبير في بعض الأحيان تضخم البروستاتا بيعمل بعض احتباس في البول ويعمل التهابات في المجاري البولية. هذه مجموعة لو في بعض الأشياء في المجاري البولية. في بعض الأحوال يكون المريض عنده ما بنسميه تسمم دموي، أو وجود بكتيريا في الدم من مكان ما، وبتذهب إلى الكلى وبتتجمع في الكلى وبتعمل التهابات في الكلى مثلا. دي مجموعة تانية من الأسباب. دي الأعراض. لما يجيني المريض كطبيب أنا بهتم بإني أشخص المريض هل عنده التهاب في البول ولا لأ، هذا واحد، وشو نوع البكتيريا المسببة لهذا الشيء عشان أقدر أحدد العلاج، زائد إن أنا بعمل بعض التحليلات والفحوصات اللي تشوف لي هل عندي سبب ما بيخلي دايما التهابات البول المتكررة دي تيجي للمريض ولا لأ. فالمزرعة هي الأساس في تشخيص التهاب البول. المزرعة بتبين لي نوع الميكروب الموجود وما هو أنسب مضاد حيوي لعلاج هذا الميكروب. في فقرة حقق امتيازك لهذا الأسبوع سنتعرف على مدرب أول ومدرس للفنون القتالية الدفاعية أيمن بالحاج. قبل كل شيء أنا أستاذ تربية بدنية، أستاذ رياضة وتربية بدنية، وكذلك متحصل على الشهادة درجة أولى في الجودو من وزارة الرياضة بتونس ومن الاتحاد الياباني للجودو.
وبالنسبة للكونغ فو أنا أول مدرب تونسي أستاذ متحصل على درجة ثانية في الكونغ فو. والسلف ديفنس من الأوائل في تونس الذين قاموا بتأسيس السلف ديفنس. بعدين في الجامعة قمت بدراسات معمقة في هذا المجال، عندي بحوث كمان في هذا المجال في خصوص خاصة أصحاب الإعاقات ومارستهم الرياضة وكيفية الاستفادة من الرياضة لتحسين القدرات العقلية والقدرات البدنية للإنسان الذي لديه إعاقة سواء ذهنية أو بدنية. تجربة شخصية، في البداية منذ الصغر مارست لعبة الجودو، العديد من المقابلات، فزت بالعديد من البطولات. بعدين أول ما جات رياضة الكونغ فو لتونس قمت بممارسة من رياضة الكونغ فو، تحصلت كذلك على العديد من الألقاب. بعدين من 2005 قمت بالتدريب، بدأت مشواري التدريبي، الحمد لله توفقت في عندي العديد من الأبطال اللي طلعوا من تحت يدي. كمان هون في الإمارات السنة الماضية متحصلين على بطولة الإمارات تحت 14 سنة في الجودو، الحمد لله. الفضل الكبير للشيء اللي أنا فيه هو الأب. الأب في البداية هو الذي دفعني إلى ممارسة هذه الرياضة، بعدين أنا انغرمت بها. الفضل الثاني للأستاذ، الأستاذ مالي سيمون جرقيق الله يرحمه، اللي هو من أحسن الأساتذة واللي عنده فضل كبير علي في ممارسة لعبة الجودو. كذلك السيد محسن المجدوبي وصابر اللوزي اللي قاموا بتأسيسي كما يجب في كونغ فو. البداية كانت الدفعة الأولى هي من الأب، من العائلة. بعدين الإنسان مجهود، لما الإنسان يتعلق بشيء معين يبحث فيه ويتعمق فيه، لأنه بحر، الرياضات القتالية بحر. في البداية أنا مارست بس الجيدو، بعدين شوي شوي تعمقت أكثر وحبيت الكونغ فو، حبيت كيك بوكسينج، بقيت أبحث، مارست كمان شوي كاراتيه واختمته بالدراسات العلمية. والحين للحين أنا بحاول أتابع، محاولة بتابع أغلب الدراسات العلمية في هذا المجال. الأب أكيد فخور هو، لأنه الشيء اللي أنا عملته الحين هو كان يتمنى يعمله، بحكم هو بحار يعني الوقت بتاعه ما يخليهش ويظل كثير على معناته في البحر، ما يخليهش باش يمارس الرياضة هذه. حاولت في البداية كما نقولوا أنا نحقق الشيء اللي هو ما قدرش يعمله، لكن الحين ولا جانب شخصي كمان أنا كمان بحب أكون في الموضوع هذا. في البداية تحصلت على دعوة هون وعرض عمل في الإمارات العربية المتحدة في مع مؤسسة حكومية أقوم بتدريس اللياقة البدنية وفنون القتال القريب. كمان تم هون الاحتكاك مع العديد من أبطال العالم اللي استفدت منهم خبراتهم كثير في الإمارات، لأن الإمارات حالياً قاعدة في طريق ممتاز، في طريق يعني أغلب الرياضات الدفاعية هون لاقية حظها. بالنسبة للتحفيز، لاعب الفنون القتالية ومدرب الفنون القتالية لازم يتميز بخاصية معينة اللي هو بيحفز نفسه آلياً، يتعلم الشيء هذا من منذ الصغر، تكون شخصيته قوية، يتمتع بشخصية قوية اللي هي تخليه يحفز حاله بحاله. يعني هو تحدي بالنسبة إلي الآن هو بحث جديد في هذا المجال، نفيد من خلاله المدربين، سواء المدربين أو المتدربين في الرقي بهذه الرياضة. حقيقة بالنسبة للفنون القتالية عامة في شخصيات كثير أنا تغرمت بها، بس هون في دبي تعرفت على نيوغيرا براذر، يعني ما شاء الله هم يتمتعوا بخاصيات معناتها ممتازة، خلتني بعض الأحيان لما بتفرج على مقابلاتهم بحفزك عشان تتقدم، عشان توصل ممكن للمستوى اللي هم وصلوا له. كمان في بعض الأصدقاء مثل منير اللزاز اللي هو ماشي في طريق ممتاز حالياً، بعض الأحيان حتى الإنسان لما يتعب شوية لهيك يلقى أصحابه هم بيدفعوه. الرياضة الفنون القتالية
بصراحة يعني أعطتني كثير وعلمتني كثير، لأنها مدرسة الحياة. الفنون القتالية بتعلمك التحدي الصعاب، مواجهة الصعاب، تقوي لك الشخصية. صعب باش نلقاه في أي دور، في أي مكان، في أي فن قتالي بطل العالم يكون فاشل في حياته، سواء المهنية العائلية أو الدراسية. يعني الفنون القتالية بتعطيك إضافة كبيرة في حياتك، حياتك المدنية. بالنسبة للتدريب الشخصي، تقريبا كل يوم أو يوم بعد يوم أقوم بالركض صباحا. يعتمد التدريب الصباحي على الفتنس، بعد الظهر على الفنون القتالية سواء بوكسينج أو جودو أو كونغ فو أو بعض تكنيكات السيلف ديفنس. من أحسن، أنا من المفضل عندي هي البحر. ممكن لأني من بيئة بحرية بفضل البحر، لكن السمك، يعني السمك عنده خاصيات معينة. بدون اللحوم ما بأكل كثير، بأكل كثير السمك، الخضار، الغلال. أغلبية النظام الغذائي مالي يعتمد على السمك، خضار، غلال وبعض النشويات. بالنسبة لنصيحتي للجميع المقاتلين، مارس كل يوم، كمان لا تهمل الجانب المعرفي، دراسة الرياضة اللي انت بتمارسها، تاريخها، شو الجديد فيها، شو البحوث العلمية اللي بتفيد، اللي تقدر تفيدك في الميدان هذا. لأن الجانب التطبيقي وحده لا يكفي، الجانب المعرفي يفيد الجانب التطبيقي المهاري. الرياضة هذه، الفنون القتالية، مش كل الحياة. هي صحيح مدرسة الحياة، بس بتحضرك للنجاح في حياتك العملية والمهنية والدراسية. خلي الرياضات القتالية تعطيك دافع عشان تنجح في حياتك العائلية والمدنية بصفة عامة. معكم أيمن بالحاج، فيزيك تي في، حقق امتيازك. هل أنتم من المعجبين بسبايدر مان؟ إذا كان الجواب نعم، فإن هذا النوع من التمارين هو لكم. إذن تعالوا نتعرف عليه أكثر من خلال التحدي الذي رفعه كريس لمن التقاه من سكان الإمارات كي يجربوه بأنفسهم في فقرة التحدي من أجل اللياقة. It's summertime, so right now I'm here on the beach and I'm going to challenge people to perform Spider-Man push-ups. Let's find out how many they can do in 1 minute. Let's go and check it out. How many Spider-Man push-ups do you think you can do in 1 minute? Push-up? 60. Spider-Man push-up like this? Only push-up? Spider-Man push-ups, the one he was doing. Let's say like 10, 15 max. 15? مساء الخير. تان نور. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. All right, what's your name, buddy? Kareem. Kareem. All right, Kareem, my name is Steve, and I'm from Physique TV, and millions of people are watching right now. The challenge is, can you do Spider-Man push-ups as many as you can in 1 minute? يعني أكيد طبعاً، بس صعب. يعني إزاي بس الواحد يعمل زي سبايدر-مان، ينط ويعمل كده حركات، أوكي. Fantastic. So now, are you ready? Yeah, of course. Let's get down. Get ready, go! One. Two, three, arba, khamsa, ashara. Go, keep going, come on, keep going, come on. That's it? خلاص؟ تمام. شكرا جزيلا لكم، واتمنى اشوفكم تاني، واستمتعوا بوقتكم كلكم. شكرا جزيلا. What happened down there? Were you tired? والله هي جديدة عليا، يعني أنا أجربها، بس حلوة، رياضة حلوة يعني الصراحة. But do you think this kind of exercise will make you stronger? Yeah, of course. نعم، هي بتخليني طبعا، بتديني طاقة إن أنا أبتدي في شغلي، أبتدي في عملي. مهم الرياضة عموما أصلا. شكرا. Okay, we got here challenger number two right now. I can't wait. What's your name? نمشي، أنا اسمي نمشي عبد الله. Are you ready for the challenge?
واقف 100 عادي هذا. Okay, ready. يلا. Okay, here we go. Ready? 3 2 1 go. 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 and 1 خلاص. Woo! He's done. All right. How do you feel? والله بري واجد 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 مشكلة من هذا. كل يوم هذا واجد مشكلة ما تعبان هذا يعني. Do you think this kind of workout, Spider-Man push-ups, would make you stronger? والله كل يوم سوي هذا بعد تعبان يجي هذا بس كل 100 100 اوكي بس بعد هذا تعبان زيادة. Fantastic. Thank you. شكرا. عقاب. هاي مع السلامة. سلامة يا. Here we go. Another big man. What's your name, buddy? Boshko. Boshko. I like the name. It sounds like very muscular, you know what I'm saying? Where are you from? Serbia, Serbia. Serbian. Yeah. Far away from here. Okay, now, buddy, 60 seconds, Spider-Man push-ups. How many you can do? Let's say like 10, 15 max. 15? 15, yeah. Your name is Boshko. Yes. It's like a boss, like a soldier, you know what I'm saying? Make 25. It just sounds like that. But yeah? Also, yeah. Okay, yalla, let's do this. Let's do this, you know what I'm saying? Here we go, ready, Boshko? 3, 2, 1, go! 1, 2. What is this? What are you doing? What is this thing? Yeah. Go, yalla, go, go, go. Right, that's it, go. Yeah. Yeah. Boshko is the man, you know what I'm saying? Yeah. Ain't gonna give up, Boshko, come on. Yeah, come on, Boshko. 15. Go! Oh, yeah. Ah! Woo! Coming. That's it? That pass. You passed 15? Yeah, 15. This is the exercise I ever did. It's like so strong. You need to be muscular for this. Are you proud of what you accomplished? Of course not. Okay. All right. All right. Yeah. But give it a chance. Okay. Would you do this again in the future? Yeah, I'm going to practice home. So next week, I'm going to find you here. I'm going to do like double more than this. I expect that to happen. Yeah, for sure. For sure. Would you recommend this for people watching? Yeah, yeah, just try it, people. It looks easy, right? It looks easy. Easy when I watch this guy, it was looking easy, but when I tried, wow. It's like all your muscles in your body work, so yeah. It's very tough to do it. Fantastic, thank you. Yeah, sure. Boshko! Nice. All right, thank you, buddy. Appreciate it. Here we go, next challenger right now. What's your name? Mohammed Kitani. Okay, 60 seconds, Spider-Man push-up. Are you ready for this? Yes, yes. Okay, here we go. Muhammad, go down. Ready, set, yalla. Go. 2, very good. 3, 4, good, Muhammad. 5, 6. 13, 14. Come on, 14. That's it, only 14. أنا مش هذا الشكل، شكل ثاني أسوي. Okay. If يعني اجري ثنتين على الارض والهاند على الارض كله سمسم. Do you think this kind of workout makes you healthy and stronger? اكيد 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 راح اقوى مور سي هارد. برافو. شكرا اخي. Wow. It looks very easy, but trust me guys, it is very difficult. Spider-Man push-up challenges my chest, my shoulders, and of course my core because of the imbalance I do when I lift my knees up. So you guys have to do this 3 times a week, 50 times a day for a healthier and sexier you. That's all for now. I'll see you next time. دانا وايت رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة أعلن أن مقابلة دانيال كورمير ضد جون جونز ستكون هي المقابلة الرئيسية لفعالية UFC 200. وايت أكد أيضاً أن ماكغريغور سوف لن ينازل نيت دياز في مقابلة ثرية في وزن الوسط كانت مبرمجة لفعالية UFC 200 في 9 يوليو بلاس فيغاس. وبرغم إقراره بأن القرار بإلغاء مقابلة ماكغريغور ضد دياز هو قرار غير شعبي، إلا أن وايت أضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك أنه كان قراراً ضرورياً. أما عن السبب فهو رفضه أي ماكغريغور الوفاء بالتزامات إزاء وسائل الإعلام في لاس فيغاس.
أما عن تصريح ماكغريغر في تغريدة له على تويتر بأنه سيكون مشاركاً في فعالية UFC 200، فقد أكد رئيس المنظمة أنه لا سبيل إلى ذلك، غير أن هذا لا يعني شطب ذلك المقاتل من المشاركة في فعاليات UFC اللاحقة بعد فعالية 200 حسب ما جاء في تصريح دانا وايت. في فقرة لياقة المشاهير، لاعب الفريق الإنجليزي للكريكت جوناثان تروت الجنوب أفريقي المولد يعرفنا على برنامج تمارينه للياقة البدنية. Played for England from 2007 till 2015. A few games for England and pretty successful side as well for a period of time. So looking forward to this sort of challenge after international cricket. I'm still currently playing domestic cricket in England for Warwickshire, where I've been since 2003. So I've been doing pre-season training with my county side in England. So I've been playing cricket since November. I've been practicing in the indoor facilities in England, so I'm sure everyone's really excited to get together and start practicing as a team. I think that's going to be really important preparing for the tournament. Well, my dad was a cricket coach, he still is actually, so all my life he's been around cricket coaching, and I was very fortunate that my parents were both sporting. My mother was a softball player, and my dad's a football and hockey in the winter and then cricket in the summer. So it was always sport first, homework second. It all depends how close to match day you're getting. I think when you're a lot younger, it's a lot easier as well. But I think I'm still playing professional cricket, it's still important to look after yourself and make sure you're in good shape to last the whole season and make sure that you get the longevity, you can get as much out of yourself as possible. Generally have fitness testing as well, so you check at your levels of fitness before the season and in the middle of the season at the end, so they can keep a record of your fitness throughout the season and see if there's any correlation between injuries and your fitness, but also your performances in fitness. So it all goes hand in hand. But during the season, it's quite difficult because we play so much to do fitness and still be fresh for the game. So you got to balance, you got to be balanced right between not over preparing and also being fresh for the game. When you're a youngster, you look up to role models, you guys who are very fit, and you see how they go about it. But you also get a lot of advice with fitness coaches these days, but also we have dietitians and a whole host of backroom support staff that are always there and help you whenever you've got any questions or ways to improve your game. There's always somebody on the end of the phone or someone in person to help you. Oh, as a kid I used to play all sports. I'm looking forward to hopefully play some golf out here in Dubai, and but it's always been football. I'm a huge supporter of the Premier League. Tottenham Hotspur, I'm a huge fan of that side. But I also play hockey socially as well now that I've retired from international cricket. But all sports, really. I take an interest in all sports, and whenever sports on TV, I watch. I try and eat protein. I like protein bars and a bit of fruit. Nothing too heavy, really, before a game or during a game. I think I try and have some porridge, some oats in the morning, for that long sort of carbohydrate sustains you throughout the day. And then important diets, important as well with regards to how you replenish food or having protein after games or carbohydrates, getting the timings right with regards to that. Well, I think it's really important you play as much as possible as a kid, and you also learn as quickly as you can. Want to learn the game. You're going to make mistakes, but it's important that you recognise that and you get better from them. So I think trying to play as much as possible, get outdoors, play cricket, and just enjoy it. لمواجهة تحدي تقمص شخصية ثور في سلسلة أفلام استوديو مارفل،
وأداء الدور بالمواصفات المطلوبة في النص المكتوب وحسب التفاصيل الموضوعة في السيناريو من قوة خارقة وحضور مهيب. استعان الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث بمايكل نايت مدير فريق التدريب بميشيغان، وهكذا خضع كريس لبرنامج دقيق ليضمن في النهاية مظهراً يوحي بالضخامة ولكن من دون فقدان القوة العضلية. البرنامج الذي تم تصديره لكريس كان باعترافه هو قاسياً وشاقاً ولم يكن متعوداً عليه، ولكنه التزم به للآخر، مع العلم أن فترة التدريبات والتمارين التي تضمنها هذا البرنامج تزامنت مع قيام كريس بتصوير فيلم آخر، وهو ما زاد من صعوبة الأمر ومن حجم التحدي، فقد كان مواظباً على تمارينه لخمسة أيام من كل أسبوع بعد كل يوم تصوير بمعدل من ساعة إلى ساعة ونصف من كل حصة تمرين. أن تكون نجم سينما ليست لعبة. من جديد، هذه أهم عناوين ومحطات حلقة هذا الأسبوع. ترايثلون المرح، الطريق إلى التوعية، يجمع المال من أجل عمل خيري. أخصائي الطفولة من دربيشو يصدر كتاباً جديداً عن الأبوة والأمومة الحقة. التحدي من أجل اللياقة لهذا الأسبوع كان سبايدر مان بوش أبس. ودانا وايت أكد أن كونر ماكغريغور لن يشارك في UFC 200. شكراً لكم على المتابعة، ولكل ملاحظاتكم افتحوا صفحاتنا للتواصل الاجتماعي. أنا هبة الشريف، ألتقيكم الأسبوع المقبل.